وصل قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن إلى محافظة الفيوم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين. ويقدم قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن العديد من الخدمات والفعاليات التي تخدم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، يواصل قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفعاليات التي تخدم المواطنين في كافة أنحاء البلاد. واليوم يصل قطار الحزب إلى محافظة الفيوم، حيث بدأت الفعاليات باستقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقيادات حزب حماة الوطن بمبنى المحافظة، وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. اليوم موجودين في محافظة الفيوم اللي بنعتبرها بداية الطريق يعني إلى باقي المحافظات إن شاء الله. محافظة الفيوم بنكن ليها اهتمام كبير جدا، لأنها من المحافظات اللي محتاجة دعم على كافة مستويات الخدمة المجتمعية. الثقة اللي احنا يعني شايفينها من قدرات الحزب ومصداقية عمله، هو ده اللي بيخلينا نبقى واثقين ان احنا الدولة لوحدها او الجهاز التنفيذي لوحده مش هيعرف يعني يشتغل على المستوى القاعدي، على مستوى المواطنين، من غير المشاركة السياسية من الأحزاب اللي لها دور إيجابي في فهم احتياجات ومتطلبات المواطنين. حزب حماة الوطن افتتح أيضا مقر أمانته الجديد في محافظة الفيوم، وذلك بحضور الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، بالإضافة لعقده اجتماعا موسعا مع كافة القيادات التنفيذية بالحزب لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب ورعاية المواطن وغيرها من الملفات. الحزب ليه دور ودور ملموس في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة المصرية، شأنها شأن باقي دول العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وما تقوم به القيادة السياسية من اتخاذ قرارات تمشي جنبا إلى جنب مع ما يقوم به الحزب من مشاركة وجدانية لأبناء هذا الوطن. الحزب افتتح كذلك في جولته بالفيوم مركز الأمل 16 بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، لتقديم خدمات في التعليم والحرف اليدوية والتسويق. بالإضافة لتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم، فضلاً عن تخصيص فصل لمحو الأمية لكبار السن. قرب تحقيق الأمل بتاعنا، أمل 100 مركز إن شاء الله في خلال السنة دي بإذن الله، إن شاء الله هنكون فتحنا 100 مركز بيدعم 100 محافظة وقرية ومدينة في مصر. لأن إحنا دلوقتي بيجبني من المدرسة يقول لي يا أمي أدي، أنا مش عارفة أن أنا أقولها له، فأنا من جوايا بصراحة نفسيتي بتتعب، فأنا بصراحة نفسي أن أنا أتعلم، أنا مش عايزة أن أنا أتعلم بس. إحنا بنعمل فصول تقوية لأولادهم في السوق، بنحاول إحنا نقلل كمية منبع الأمية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية عن طريق غلق المنبع نفسه اللي هو التسرب من التعليم. أمنية حياتي أني أتعلم، نفسي أمسك الكراسة كده وأتعلم نفسي. في نهاية اليوم اختتم وفد حزب حماة الوطن جولته في محافظة الفيوم باحتفالية هدية الرئيس لزواج عدد كبير من المستحقين الأيتام، بحضور ما يقرب من 3000 من أهالي القرية والقيادات الحزبية والتنفيذية. بوجه شكري لسيادة الرئيس ومتشكرين قوي يعني على كل اللي عمله معانا النهارده. انا فرحانه جدا عشان حاجتين، عشان يعني الحمد لله حلمي اتحقق، وان في نفس الدرجه الحمد لله عشان جوزي معايا. احب اوجه الشكر للمسؤولين عن الحفل ده، حزب حماة الوطن
بشكرهم شكرا جزيلا. ويستمر حزب حماة الوطن في رحلاته في ربوع مصر لتنفيذ رؤيته نحو التنمية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين.